بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم بالمحاضرة الثامنة من مساق Java Object Oriented Programming، ولازلنا إحنا في سلسلة الانهيرتنس، وموضوع اليوم بيتعلق بشكل أساسي بالانترفيسز، وهنشوف مع بعض ما هو الانترفيس، Multiple Interfaces، والديفولت ميثودز اللي جوا الانترفيس، وهنشوف كيف نعمل مالتيبل انهيرتنس باستخدام الانترفيسز، وكيف بتم تمثيل الانترفيسز في ال UML. هنقارن بين الانترفيسز والابستراكت كلاسز اللي اخذناها المحاضرة اللي فاتت، واخر شيء طبعا ننتهي باكزامبل شامل يوضح التفاصيل هذه كلها. طيب، اول شيء ما هو الانترفيس؟ الانترفيس هي طريقة تانية للحصول على عملية الابستراكشن، واذكرك في المحاضرة اللي فاتت كنا احنا استخدمنا الابستراكت كلاس للحصول على الابستراكشن، لكن قلنا الابستراكت كلاس نسبة الابستراكشن اللي موجودة فيه تبدأ من صفر حتى 100%، حتى ايه 100%، في سلايد موجود فيها الكلام هذا، لكن هذا بالنسبة لمين؟ للابستراكت classes، خلاص. لكن بالنسبة للانترفيسز، الانترفيس بتعطينا abstraction بنسبة 100%، وهذا الكلام اللي هنشوفه احنا خلال المحاضرة الحالية. طيب، اذا موضوع الابستراكشن هنستخدمه احنا هو عبارة الانترفيس عبارة عن abstract type، وطبعا هذا الكلاس هيحتوي على مجموعة من الميثودز، وحيحتوي على constant variable. طبعا الهدف من الانترفيس هو للحصول على عشان نصل لمفهوم الابستراكشن، وحنشوف مع بعض البوليمورفيزم وكيف تطبيق البوليمورفيزم في من خلال الانترفيسز، واخر شيء موضوع المالتيبل انهيرتنس، وهذا الشيء كان ما بنقدر ان احنا نحصل له عليه اللي هو من خلال abstract class او concrete class، لكن هنشوف مع بعض ان احنا ممكن يكون عندنا multiple inheritance باستخدام الانترفيسز. طيب، السنتاكس تاع الانترفيس بسيط، هنجي نقول له انا مثلا هذا الكلاس public، وهنكتب هنا كلمة ايش انترفيس، يعني احنا المحاضرة اللي فاتت كنا نكتب abstract class ونكتب مثلا اسم الكلاس shape، لكن هنا هنقول له فقط مباشرة انترفيس. وطبعا هذا الانترفيس البادي تاعه هيحتوي على ميثودز، وهيحتوي على هنسميهم طبعا constant variable، وهنشوف الكلام هذا بالتفصيل خلال المحاضره. الان الهدف من وجود الانترفيس والابستراكت كلاس نفس الشيء، بانهم وجود الاثنين مش عشان نعمل منهم اوبجكت، لا، عشان نعمل منهم ايه انهيرتنس. لكن احنا في موضوع الابستراكت كلاس كنا نستخدم اللي هي extends، كان abstract class او كان concrete class، لكن هنستخدم في عالم الانترفيس اللي هي الكيورد implements. طيب، نشوف مع بعض ونمحي انا هيك. طبعا هي عنا عامل declaration لانترفيس class، وهذا الكلاس اسمه ايه shape الانترفيس، وبيحتوي على method. طبعا لو جينا احنا على class تاني، لاحظ الان هذا class وليس interface، فالانترفيس ما فيش فيه كلمة كلاس انترفيس مباشرة، لكن هذا اسمه كلاس. ولاحظ احنا عايزين نعمل implements، ولاحظ احنا بنستخدم بالفعل هنا الكيورد implements من الشيب اللي هو الانترفيس هذا. طبعا هنا بيعطيني ايرور. ليش بيعطيني ايرور؟ لانه احنا في عندي احنا اشكالية بانه هذا الميثود هنا ما عملتلوش ايش overriding، وهذا تقريبا يتطابق نفس الشيء بالنسبة للابستراكت ميثود اللي كانت موجودة بالابستراكت كلاسز، بمعنى انه مبدئيا الميثودز اللي موجودين بالانترفيس هم abstract method، ولا بد ان احنا نعمل لهم overriding في الانهيرتد كلاسز، في المثال اللي معنا زي الكلاس سيركل. طيب، نفس الشيء احنا عندنا هاي كلاس اسمه ريكتانجل، وبرضه عامل implements للشيب، لكن برضه هيعطينا ايرور لانه هو مش عامل هنا ايه، مش عامل اللي هو overriding له للميثود calc area. عشان نشيل الاشكاليه اللي هنا، طبعا هو بيقولنا هنا هيك انه احنا بنستخدم ايش implement بدل كلمه extends،
وهذا طبعا خص نص، طبعا كلمة implements فعليا، كلمة implements بدل extends، و implements فقط تستخدم مع الانترفيسز. وبيقولنا الايرور الموجود هنا هو نتيجة انه احنا مع not overriding mean اللي هو الكالك اريا. كالك اريا، طيب فلحل الاشكالية هنا جينا احنا عدلنا في السيركل مثلا، طبعا ضفنا هنا اللي هو فاريبل بس مش هذه الاشكالية. طبعا حل الاشكالية كانت من خلال اللي هو الميثود اوفر رايتنج للكالك اريا. فاحنا لما عملناه هان راح عندنا الخلل. نفس الشيء عندنا ريكتانجل مثلا، هان هذا الكلاس الريكتانجل عمل امبلمنتس للشيب، حيرو طبعا عملنا اوفر رايتنج للميثود كالك اريا، وهيك برضو شال عندنا الخطا. فبالتالي احنا هذا الشيء سيميلر، شبيه جدا باللي اخذناه احنا المحاضره اللي فاتت في الابستراكت كلاسز. طيب نشوف الان القوانين او الرولز في عمليه التعامل مع الانترفيسز او عمليه انشاء الانترفيسز. اول شيء الانترفيس هنا في له ستريكت رولز، تختلف طبعا شويه عن الابستراكت كلاسز، واولها بانه فقط يحتوي على كونستانت فاريبل. بمعنى اذا كان احنا عملنا ديكلاريشن لفاريبل داخل الانترفيس لازم يكون كونستانت، واحنا بنعمل كونستانت عن طريق الفاينل زي ما حنشوف. فله شروط معينه للفاريبل، يعني ما بينفعش نعمل فاريبل عادي. الشيء الثاني اللي هو الشق الثاني موضوع مين الميثود، وبنلاحظ ميثود ميثود ميثود، يعني في ثلاث انواع من الميثود عندنا، يعني ممكن يكون عندنا ثلاث انواع داخل الانترفيس. النوع الاول ابستراكت ميثود، هذا هو الأشهر. النوع الثاني static method، والنوع الثالث اللي هو default methods، هنشوفهم طبعا مع بعض بالتفصيل. فأنا معطي هنا مثال بيوضح الأربع أنواع. فالنوع الأول نحن زي ما شايفين اللي هو مين الconstant variable، اللي هو أنا معطين اللي هو الباي. الباي عندي 3.14، ولاحظ أنا لازم أكون عاملها إيش final، ولازم تكون static final، لازم تكون إيه static final. النوع الثاني اللي هو abstract، لاحظ هذا اسمه abstract اللي هو ايه method، هاي النوع الثاني لاحظ. والنوع الثالث اللي هو الستاتيك، ولاحظ هنا في الستاتيك طبعا method بيكون له ايش له body، لكن بنفعش احنا عندنا هنا يكون الابستراكت method يكون له body. هذا الكلام شفناه مع بعض المحاضره اللي فاتت، بس بالنسبه للستاتيك method هنا له body فيش مشكله عندنا. واخر نوع اللي احنا بنسميه الديفولت، هذا هو الديفولت ميثود، وبرضه الديفولت ميثود ممكن انه يكون له ايش له بودي داخل الانترفيس. فهذا هم الاربع انواع اللي ممكن يكونوا موجودين داخل انترفيس كلاس، اللي هو نوع فقط معين اللي هو بنسميه ستاتيك فاينل اي فاريبل، والابستراكت ميثود وستاتيك ميثود والديفولت ميثود. طبعا هنشرحهم ايه بالتفصيل. طبعا احنا في بعض رولز احنا كاتبينها، لكن هذه الرولز انا مفصلها كلها خطوه خطوه. يعني مثال بقولنا احنا وي كانت انستانشيت انترفيسز دايركتلي، احنا بنفعش نعمل انستانس من الانترفيس، يعني بنفعش نعمل اوبجكت. واحنا قلنا ما هو الاوبجكت؟ الاوبجكت هو انستانس اوف كلاس. فطبعا نفس الشيء هذه النقطه نفس موضوع الابستراكت كلاسز، لكن انا عايز ابدا بالتفصيل في الديتيلز مع الامثله. لاحظ احنا ايش قال هنا وي كان نوت انستانشيت انترفيس دايركتلي. طبعا اذكرك في السلايد اللي فات كنا حكيين على الشيب اللي هو الانترفيس اللي اسمه شيب. لو حاولنا احنا داخل المين نعمل اوبجكت او نعمل انستانشيشن من الشيب، يعني نعمل منه اوبجكت زي ما انت شايف، حيعطيني ايش ايرور. ليش؟ لانه هذا الشيب التايب تاعه انترفيس، كان انترفيس او كان ابستراكت برضه دائما حيعطيني هنا ايش ايرور، لانه ما ينفعش نعمل احنا اوبجكت، نعملش نعمل اوبجكت كرييشن من ابستراكت كلاس او انترفيسز. طيب الرولز الثانيه انه الانترفيس كان بي امتي، ممكن يكون عند الانترفيس امتي فيش مشكله، يعني احنا هاي انترفيس فيش فيه لا في فاريبل ولا في اي نوع من الميثود، ما فيش عندنا ادنى مشكله. طيب وي كانت يوز فاينل وورد ان ذا انترفيسز ديفينيشن، طبعا هذا الشيء برضه بنفعش احنا في الديكلاريشن للانترفيس نفسه نحط كلمه فاينل، وهذا الشيء برضه شفناه بالابستراكت كلاس، لانه كلمه فاينل بتمنعنا ان احنا نعمل منه انهيرتنس. طب هو الهدف اساسا من الانترفيسز ومن الابستراكت كلاسز انه ينعمل منهم انهيرتنس بالاصل، لانه فعليا ما بنعملش منهم اوبجكت، فبالتالي هذا يتعارض، وعشان هيك هو طبعا ما بيسمح لناش ان احنا نحط كلمه هنا فاينل في مين
في الانترفيس ديفينيشن، كان انترفيس او كان ابستراكت كلاس. طيب بعدين بيقول لي هنا الانترفيس كان نوت كونتين انستانس فيلدز، ما ينفعش يحتوي على انستانس فيلد. كيف يعني؟ هنشرح الكلام هذا. فبقول لي the only fields that can appear in an interface must be declared static and final. طبعا احنا لو ربما حكينا الكلام هذا في بداية المحاضرة، ولاحظ عندي هان الشرط تاعه في الانترفيسز ان لازم يكون الفاريبلز اللي موجودين هنا لازم يكونوا final ولازم يكونوا ايش static. انما لو احنا نعملهم فلوت عادي او برايفت او اي نوع تاني مش فاينل ومش استاتيك مش حيظبط عندنا، حيعطينا ايرور. فهذا شرط الانترفيس انه لازم يكون الفاريبلز اللي موجودين عندنا استاتيك ولازم يكون ايه فاينل، هذا الشرط ده. طيب ما دام هذا الفاريبل كان عندنا فاينل بالدرجه الاولى هان، معنات الكلام انا لازم اعطيه انيشال فاليو، لازم اعطيه انيشال فاليو. يعني بنفعش انا مثلا اجي اقول استاتيك، ها خليني امحي لك هذا، بس ما ينفعش اقول له زي هيك واجيب واعمل زي هيك، يعني الغي موضوع الانيشال فاليو هنا، حيعطيني ايرور. ليش؟ لانه هو فاينل، يعني هو فقط حيتم له انيشال فاليو لمره واحده، فبالتالي لازم تعطي قيمه. اللي خلاه عندنا اشكاليه هان انه هنا معطيني ايرور، ان انا هنا مش معطي له قيمه، مش معطي له قيمه، مع انه يعني لكن الموضوع ان هنا مش موضوع ان انا مش كاتب ستاتيك فاينل، لا، هو لما تكتب انت اسم المتغير الفاريبل هان باي ديفولت الكومبايلر لحاله حيضيف كلمه استاتيك فاينل، لكن الاشكاليه احنا عندنا هان الايرور نتيجه انك انت مش معطي قيمه اوليه للفاي باعتبار انه هذا الفاريبل هو استاتيك فاينل، فبما انه فاينل لازم يكون معبين له قيمه اوليه. طيب نكمل هنا. بعدين بيقول للانترفيس does not contain any constructor، ما فيش عندنا constructor في الانترفيس، وهذا كلام منطقي. وبقول لي عشان هيك احنا we cannot create object of interface classes. كلام قد يكون دقيق، مش شرط، لان احنا برضو في الابستراكت كلاس ما بنقدرش نعمل object، ومع ذلك في له كونستراكتور. لكن الادق من هذه انه هو فعليا لو حاولنا جوا الانترفيس نعمل كونستراكتور زي ما انت شايف، طبعا لاحظ حيعطينا ايرور. والاشكاليه هان انه هو فعليا الكونستراكتور احنا بنستخدمه ليش؟ اول شيء احنا بنستخدمه بنعمل انيشاليزيشن للفيلدز او للفاريبل او الفيلد سميناه تاعت الاوبجكت. بس فعليا انا ما فيش انا عندي هنا فيلدز، يعني طبيعه الفيلدز اللي موجوده عندنا هان استاتيك وفاينل، يعني فيش مجال نغير او نحط فيها قيمه معينه. فبالتالي لهذا السبب بنفعش يكون عندنا هنا ايش كونستراكتور داخل الانترفيس. بالمقابل في الابستراكت كلاس كان موجود بيسمح لنا انه يكون الكلاس الابستراكت كلاس يحتوي على كونستراكتور. ليش؟ لانه داخل الابستراكت كلاس في عندنا فاريبل مش حتكون static final، واضح؟ فبالتالي ممكن احنا نغير قيمتها، وبالتالي احنا ممكن نحط فيها initial value، يعني ممكن نعطيها مش initial value والconstructor هنا هو هيحط فيها initial value زي ما تعودنا. لكن في حالة الانترفيسز لا، لانه طبيعة النوع الفاريبل الوحيد اللي بيسمح فيه الانترفيس انه يكون عندنا static final، وبالتالي احنا ما فيش داعي عندنا لاستخدام الconstructor، لان الconstructor دوره بده يعبي initial value في الفيلز هدول. واضحة النقطة هاي؟ طيب بعدين بقول لي هنا all of the methods in the interface are abstract and cannot be protected or final. طبعا هذا نفس الشيء لو جينا احنا على variable زي هيك وعملناه protected او عملناه final، برضو هذا غير مسموح في الانترفيسز، لانه احنا لازم يكون طبيعة الاكسس specifier كله public، وبيرفض كلمة الفاينل، لأنه احنا في نهاية المطاف هدول الميثودز اللي هن فعليا هم ابستراكت، بما انهم ابستراكت اصبح لازم اعملهم انا اوفر رايت، فبالتالي هو حيرفض كلمة فاينل لانه فاينل بتمنعني ان اعمل اوفر رايت. وكلمة بروتكتد هذا اكسس سبيسيفاير، يعني زي البابليك والبرايفت، فبالتالي البروتكتد عنده برضه هتكون ايش؟ حيرفضها. طيب بعدين عندنا هالانترفيسز فاريبلز البابليك، لازم يكونوا بابليك وستاتيك وفاينل، يعني هم
by default public وstatic وfinal، وبالتالي احنا بنقدرش we are not allowed ان احنا نغير هذه الفيزابيليتي. نعطيك مثال، لما جينا احنا اعطينا مثال هنا هيك، هاي الانترفيس لاحظ ضفنا لك الفلوت باي 3.14 اف، هذا فيش فيها ادنى مشكله. ليش؟ لانه هو هنا الكومبايلر لحاله حيضيف كلمه فاينل وستاتيك، وحيضيف اخر اول كلمه اللي هي ايش؟ الببليك. يعني لاحظ هنا هيك هذه الكلمه، هذه الجمله وهذه الجمله نفس الشيء. هذه انت كاتبها اكسبليسيت كمبرمج، هنا هو الجافا نفسه هو اللي حيضيفها لحاله، لانه دائما وابدا بيتعامل ان كل الفيريبل لازم يكونوا بابليك ستاتيك فاينل. طبعا لو احنا ما كتبنا كلمه اسم الفيريبل او التايب تاعه حيضيفها، لو كتبنا بس ستاتيك فاينل هو لحاله حيكتب بابليك، ولو كتبنا بابليك ستاتيك فاينل طبعا حيكون نفس الشيء. فطبعا لو حاولنا نغير من هنا كلمه بابليك كتبناها بروتكتد، كتبناها برايفت الى اخره، مش راح يزبط، حيعطينا ايرور. هو الشرط انها تكون ايه؟ بابليك. طيب بعدين هنا بقول لي a class does not implement all the methods of the interface is an abstract a class and must be declared abstract. هذا المثال اللي احنا وضحناه شفنا شبيه ابو في الابستراكت كلاس، لانه هنا الشرط يعني مثال احنا عندنا هاي انترفيس مثلا انترفيس اي سميناه هنا، وهذا الانترفيس يحتوي على two methods اللي احنا display والميثود calc جي بي اي. طبعا هذول abstract methods، فجينا هنا لما عملنا b implements الانترفيس a، لاحظ هنا اعطانا ايرور. ليش؟ من عامل اوفررايت، بس انت فقط عامل اوفررايت لميثود واحد، لكن الميثود الثاني اللي هان انت مش عامل له اوفررايت. فبالتالي عندي حلين عشان نشيل الايرور، اما بنعمل، وهذا الكلام حيطرح لنا وحيعرض علينا الكومبايلر، يعني اضغط على موضوع الايرور هنا هيقول له اما تعمل implement لall abstract method، يعني تعمل implement للdisplay والcalc جي بي اي عشان يروح الخلل، او انك تعمل class B هنا تحوله ايه؟ لabstract، لانه اذا حولناه لabstract بيسمح لنا ان احنا ما نعملش override. بس كمان مرة لو حيكون في عنا class بيعمل الان inheritance من الB، لازم ايش؟ يعمل override لكل الميثود، ولا زي ما حنشوف. فالحل الاول ان انا هنا قلنا له ان انا ايش احوله ايش لابستراكت كلاس. الحين لما حولناه لابستراكت كلاس الايرور اللي هنا ايش راح، فيش مشكله عندنا. او الطريقه الثانيه ان انا ايش اعمل، ما حولوش لابستراكت وبدي اعمل اوفر رايت للديسبلاي، واعمل اوفر رايت لمين؟ للكالك جي بي ام. طبعا هنا بشكل سريع كيف احنا تمثيل الانترفيس داخل اليو ام ال، زي ما انت شايف حنكتب لك هنا كلمه ايه الانترفيس، يعني بالنظام اللي زيك، موضوعها بسيط. نكمل مع بعض للرولز اللي هو الخاصة بالانترفيسز. بعدين بقول لي هنا by default الحالة الطبيعية انه all the methods in the interface are public and abstract. بتكرار نفس النقاط، لانه لما اقول له هنا float calc area هي فعليا معناها public abstract float، فهو الجافا لحاله هو بيضيف مين؟ البابليك ابستراكت اذا انت ما كتبتهمش. زي فكره الفيريبل، لو كتبت نوع الفيريبل واسمه هو لحاله حيضيف بابليك ستاتيك فاينل ويكمل طبعا التايب فيريبل واسمه. هالحين لاحظ عندنا هنا هاي احنا عاملين انترفيس للشيب، في ملاحظه عندي هان، جينا احنا للكلاس ريكتانجل، فالكلاس ريكتانجل بده يعمل امبلمنتس لمين؟ للانترفيس اللي هو الشيب. طبعا احنا فيش مشكله حاطين فيريبل داخل الكلاس ريكتانجل، فيش مشكله عندنا، وعاملين اوفر رايت لمين؟ للفلوت كالك اريا. بس هو ليش معطيني ايرور؟ معطيني ايرور بانه هذه اساسا هاي باي ديفولت معناها ان هذه بابليك ابستراكت فلوت، فبالتالي انا هنا كنت لازم اكتب الاكسس سبيسيفاير تاع الميثود اللي هو بابليك. فلاحظ احنا المفارقه بين الاثنين، هنا اعطاني ايرور عشان انا مش كاتب هنا ايش بابليك، لكن لما كتبنا كلمه بابليك انتهى عندنا الايرور والامور ايه تمام. طيب رولز ديتيلز رقم 5 بقول لي اني فيلدز يو بوت انتو ان انترفيس ار اوتوماتيكالي بابليك وستاتيك وفاينل. طبعا صرنا مكررين نفس الكلام هذا، فلاحظ هاي بقول لي هنا الكلام هنا صار يتكرر، يعني نفس المواضيع.
public interface شيء بلاحظ float string integer default هم عبارة عن ايش public static final نفس الكلام اللي اخذناه فيش مشكلة عندنا بس المفارقة هان بما انه هذه ال variables اللي هان او ال fields هم static معنات كلامه انا بقدر انا access them برات الكلاس عن طريق اسم الكلاس واذكرك في موضوع الستاتيك هنا كان ستاتيك ميثود او ستاتيك فاريبل كنا احنا نعمل له اكسس بطريقتين اما نعمل اوبجكت وبعدين من الاوبجكت نستدعي اللي هو الستاتيك فاريبل او الستاتيك ميثود والطريقه الثانيه ان استخدم هنا اسم الكلاس مباشره اسم الكلاس مباشره لكن بما انه في عالم الانترفيسز فيش مجال ان انا اعمل اوبجكت من الانترفيس شيب ممكن انا اعمل الاكسس دايركت فبالتالي انا اقول له هنا في المين وانا خارج الكلاس اقول له هنا ايه طبعا هو المفروض هنا الانترفيس والكلاس اللي جواته المين هم داخل نفس الباكج فلما نقول له هنا اطبع لي الشيب دوت باي حيطبع لي ايش القيمه هاد الشيب نيم حيطبع لي الاقصى والمينيمم ايش ولاحظ زي ما احنا شايفين فله دايركت اكسس من خلال اللي هو اسم الكلاس طبعا ار دي ابستراكت هنا ايش بيحكي هنا بيقولنا ملاحظه وانا هرجع لها كمان شوي هذا اللي بالاحمر بس هنا برضو نفس الشيء لو احنا حطينا استاتيك طبعا نفس الشيء استاتيك فويد سي هالو طبعا دير بالك الديفولت هنا ايش تكون بابليك بابليك استاتيك فويد سي هالو هذا ميثود وله بودي هذا ليس ابستراكت ميثود داخل انترفيس فيش مشكله انه طالما انه ايه استاتيك وهذا النوع الثاني من الميثودز اللي ممكن يكون جوات الابستراكت الانترفيسز طبعا نفس الشيء انا بقدر هنا زي ما شفنا بقدر انا اكسس من خلال اكسس الفاريبلز هذول او الفيلدز من خلال اسم الكلاس ونفس الشيء الميثود اللي موجود عندنا هنا بقدر انا اكسس من خلال اسم الكلاس لانه استاتيك السؤال هنا بقول لي interfaces can have static methods but the question are they abstract method يعني هل هدول abstract method لا طبعا هم مستحيل يكونوا abstract method اول شيء لانه لهم البودي زي ما انت شايف هي انا عامل بودي لهم ومن شروط الابستراكت ميثود انه ملوش بودي وهل انه هو بيجبرني انا في برات الكلاس لو عملت منه implements من هذا الانترفيس ان اعمل override للميثود اللي هان طبعا لا لانه احنا اتفقنا بالاول هذا الميثود اللي هان بنفعش انا هان اعمل له override ليش لانه static ومن شروط الستاتيكس احنا ميثود قلنا ممكن نعملها overloading لكن ما بنقدرش نعمل لها overriding فبالتالي عشان هيك هو بيسمح لنا انه يكون عندنا static method داخل الانترفيسز هل هي ابستراكت ميثود طبعا لا واضحه النقطه هاي طيب نيجي الان لو بدنا نعمل نستخدم مالتيبل انترفيسز وهذا الشيء جديد في عالم الانترفيس هذا مستحيل كان يكون عندنا مالتيبل ابستراكت كلاسز مالتيبل كونكريت كلاسز طبعا لا لكن مالتيبل انترفيسز بينفع وتعال نشوف انا احنا لما يكون عندنا مالتيبل انترفيسز شو اللي حيصير معنا اول شيء احنا حنفرض ان احنا في عندنا هاي انترفيس A وفي طبعا الابستراكت ميثود ديسبلاي A وفي عندنا ميثود ثاني اللي هو الانترفيس B وفي الميثود الانترفيس B وفي طبعا الابستراكت ميثود ديسبلاي B جينا احنا على كلاس C ومن الكلاس C عملنا امبلمنتس A و B لاحظ هو بينفع هنا نعمل امبلمنتس A و B لكن مستحيل كنا نعمل كلمه اكستندز A و B إذا كانوا مثلا A و B normal classes أو abstract لكن لأنهم interfaces فيش مشكلة عندهم بس الملاحظة هان بما أنك أنت عملت implements A و B فعليا أنت عملت inheritance للميثود استعينه والfield استعينه بس شرطه هان أنت لازم تعمل overwrite لمين لكل الميثودز اللي أنت عملت له اللي داخل interfaces اللي أنت عملت لهم implements واضح؟ فبالتالي عشان هيك هو هنا لازم يعمل overwrite للdisplay A وهنا لازم يعمل write لمين للdisplay B لكل البوث اللي هم methods وطبعا احنا جينا هنا في المين وهذا class كمان يعني عندنا هاي class 2 والclass الثالث عامل implements من two interfaces اللي هان
وطبعا كلاس المين هو كلاس خارج هذول كلهم. ومن هنا احنا نشانا اوبجكت من الكلاس سي، ولاحظ احنا هاي الاوبجكت له اكسس للديسبلاي اي والديسبلاي بي، لكن طبعا حيعمل اللي هو مين، حيقول اي ام انترفيس اي اي ام انترفيس بي. واضح؟ طبعا السؤال هنا، طب لو كان عندنا هنا ذا سيم ميثود، وهذه كانت اشكاليه احنا بتصير معنا في عالم الابستراكت كلاسز او الكونكريت كلاسز، اذا احنا كان عندنا في عندنا نفس الميثود او نفس الفاريبل، وهذا سميناه الاوفر رايتنج او الفاريبل هايدنج، لكن هذا الكلام مش موجود احنا عندنا في عالم الانترفيسز. عشان هيك هو هذا بيسمح لنا انه يكون احنا عندنا مالتيبل انترفيسز. وبالتالي مثلا مثال لاحظ في الكلاس بي والاي، هو فقط بيسمح لي يكون الميثود عندنا هنا ايه ابستراكت، عشان اعملهم، عشان يجبرني اعملهم هنا ايش اوفر رايت. فهنا فعليا هم اسم الفاريبل واحد، فلما بعمل اوفر رايت بعمل اوفر رايت فقط مره واحده الديسبلاي لنفس الاسم، وحيتم تطبيق اللي هنا، فيش عندنا اي تعقيد، الموضوع كتير سمبل مباشر. طيب هنا بقول لي الانترفيس، ان انترفيس كان انهيرت فروم انذر انترفيس. لاحظ يعني هو انترفيس من انترفيس يوزنج ذا كي وورد اكستندز. اها شيء غريب هنا. يبقى احنا لما يكون عندنا انترفيس لازم نقول له اكستندز انذر انترفيس، وحنشوف هنا. وبقول له طبعا السنتاكس حيكون نفس الانهيرتنج كلاسز، حنشوف مثال بعدين. بقول له when a class implements an interface that inherits another interface it must provide implementation for all the methods defined within the interface inheritance chain. وضح المثال هنا. بقول لي هنا طبعا الرولز تاعتنا احنا، عشان يعني احنا طبعا في البدايات في اول سلسله الحلقه الاولى من الانهيرتنس شفنا انه كلاس يرث من كلاس ثاني، وكنا نستخدم كلمه اكستند. فبالتالي لما كلاس يرث كلاس حنستخدم كلمه اكستند، لكن كلاس مع انترفيس كلاس حنقول له هنا ايش implements interface. طب interface من interface لازم نستخدم كلمة مين extends. شوف هنا كلاس هنا ممكن يعمل multiple، يعني يكون multiple inheritance او يكون multiple interfaces زي ما شفنا في السلايد اللي فات وحنشوف الان. فلاحظ الكلاس اللي هنا هيعمل implements لمين للinterfaces زي ما انت شايف، والانترفيس هنا هيعمل ايش اللي هو الاكستندز، يعني انترفيس اكستندز انترفيس تاني. طيب تعال نشوف المثال هذا. احنا في عندنا الانترفيس A واحنا عندنا هنا انترفيس B، لكن كتبنا هنا ايش اكستندز A. طيب لو كان هذا كانت كلاس، يعني قلنا public class، ايش لازم اكتب هنا؟ هنكتب implements. ممتاز. طيب هنا احنا الانترفيس A وهنا انترفيس B extends A، يعني الان B ورث من مين؟ من A. فعليا B الان ايش موجود فيه؟ موجود فيه الابستراكت ميثود ديسبلاي B والانهيرتد ابستراكت ميثود ديسبلاي A. بالتالي لما نيجي على كلاس الان، لاحظ هذا كلاس، ما دام كلاس يبقى هيعمل عمليه ايش؟ implements. بس احنا هنا عايز اعمل implements انا فقط من مين؟ من B. عايز اعمل implements من B فقط. اذا عايز تعمل implements من B هنا اصبح لازم تعمل overwrite لمين؟ للتو ميثود، للميثود اللي هو الاصل تاع ال B والميثود اللي هو الورث ال B من A. واضح النقطة هان؟ هذا الشروط. طيب لو احنا جينا هنا لو قلنا لاحظ وين الايرور اللي عندنا هان؟ انا قايل له class بنفعش class نقول له extends A. ممكن يا اما نغير هذا ايش نكتبها، هنكتبها implements A، او الخيار الثاني انه احنا نخلي كلمة extends بس هذا ايش نعملها interface بالضبط. هان نفس الشيء لو قلنا هاي public interface B implements A، طبعا وين الخلل؟ الخلل في implements لانه بنفعش interface implements ال A، لكن احنا ممكن كمان نغيرها ونخليها هنا ايش، نخليها implements بس هنا هنكتبها ايش كلمة class. واضح؟ عشان يروح عندنا الخلل. طيب بقول لي هنا a class cannot extend more than one class. طبعا الاكستنس اللي احنا حكينا عنها في مين؟ في الانهيرتنس العادي كونكريت كان او ابستراكت، لكن الانترفيس هنا can extend many number of interfaces، وهذا طبعا هذه ميزة اللي بتميز فيها الانترفيس.
تعال نشوف مثال عندنا، هنحلها انترفيس A انترفيس B انترفيس C ثلاثة، وجينا هنا الانترفيس دي برضه هي اربع انترفيس، بس لازم الانترفيس دي هنا اكستندس مين ال A وال B وال C، يعني هو بيرث من الثلاثة هذول. فعليا الدي هنا موجود في الديسبلاي دي والديسبلاي سي والديسبلاي بي والديسبلاي اي. شو معنى الكلام هذا؟ معناته لو جيت انت انشات كلاس سميته اي امبلمنتس مين امبلمنتس الدي، اصبح لازم تعمل اوفر رايد لكل الميثود تاعات الدي والسي والبي والاي. واضح زي ما احنا شايفين. ودير بالك هذه ملاحظه مهمه، يعني احنا لو جينا احنا لو لغينا واحده من هذول مثلا هيك هيعطينا هنا ايش؟ كومبايلر ايرور، لانه شرطه هان لازم تعمل اوفر رايت لكل الابستراكت ميثود، والابستراكت ميثود فعليا مش اللي موجوده في دي زي ما عملنا هان، لا هي موجوده في دي واللي ورثتها دي من باقي اللي هو الانترفيسز في الحاله اللي معنا الاي والبي والسي. واضح النقطه هاي؟ طيب نفس الشيء احنا هنعمل هان مالتيبل انهيرتنس يوزنج انترفيس، صار تقريبا نفس الفكره، بس انا عمال هنا بنوضح المفارقات بينها وبين الكلاسز العادي. هنا عاملين تو ميثود، هاي انترفيس اي في ميثود اسمه سي هالو، وانترفيس بي في سي هالو ميثود طبعا. بس احنا الملاحظ عندنا هذا الميثود اللي هو ايش نوعه؟ نوعه الديفولت، يبقى اذا هو ليس ابستراكت كلاس، وهنحكي كمان شوي على الديفولت. وخليني الان احكي لك ما هو ليش الديفولت هم محتاجنا له. احنا فعليا شفنا النوع الاول من ممكن الشغلات اللي ممكن نضيفها داخل الانترفيس، اللي هي كانت عباره عن ستاتيك فاينل اللي هو الفاريبلز، هذا بالنسبه للفاريبل نوع واحد من الفاريبلز. ثلاث انواع من الميثود كان النوع الاول شفناه اللي هو الابستراكت ميثود، والنوع الثاني اللي هو الستاتيك ميثود، هذا النوع الثالث والاخير اللي هو الديفولت ميثود. الفكره تاعته هان في الديفولت ميثود كالتالي، يعني ليش احتاجنا له؟ بالبدايه كانت اعتقد من جافا يعني سبعة اعتقد وقبل كان ما فيش ميثود اسمه ما ضافوش حاجه اسمها ديفولت، لكن هم احتاجوا لها. ليش؟ هنا فعليا هنا لو كنا نيجي مثلا عندنا كلاس A، هذا انترفيس A، هاي انترفيس، الانترفيس A بيحتوي على ثلاثة ابستراكت ميثود، هاي واحد اثنين ثلاثة خلاص. الان هنا لو عايزين احنا في عندنا هاي كلاس B، وهذا الكلاس B عامل اكستند من مين؟ من الانترفيس A، وعندنا كلاس C نفرض عامل اكستند من، وعندنا هاي الدي عامل اكستند من مين؟ من الانترفيس A. الان طبعا الشرط هنا انه داخل بي طبعا انت هذا كلاس حط فاريبل ميثود اللي بدك اياه، بس شرطنا لازم تعمل امبلمنتيشن للابستراكت ميثود 1 و2 و3 هان، يعني هنا 1 و2 و3 تعملهم اوفر رايد، وفي السي هنا 1 و2 و3 لازم تعملهم اوفر رايد، وهنا 1 و2 و3 لازم نعملهم اوفر رايد شرط. فيش مشكلة عندنا. جينا اجى مبرمج هنا وقام غير شغله في مين؟ في يعني ضاف ميثود جديدة في الاي نسميها الميثود رقم أربعة. لما ضاف الميثود رقم أربعة هان طبعا على اساس ان هي ابستراكت ميثود، ايش اللي ضرب عندنا؟ هذا الكود كله كراش ضرب عندنا. ليش؟ هان حيعطيني ايرور هنا ايرور هنا. ليش بعطيني ايرور؟ لانه بقول لك لازم تعمل لي مين؟ اوفر رايت للميثود الرابع، اوفر رايت للميثود الرابع، اوفر رايت. وهذا طبعا شيء عملنا مشاكل كثير. عشان هيك هان لجأوا لمين؟ للديفولت ميثود. الديفولت ميثود هو ميثود ممكن تكتبه انت داخل الانترفيس، لكن ما بتجبرش الكلاسز اللي عامله امبلمنتس من هذا الانترفيس انها تعمل له اوفر رايت. يعني عملت له اوفر رايت او ما عملتلوش اوفر رايت مش مشكله، عشان احنا نحل المشكله اللي هنا. وهذا بالفعل هو الهدف من او الدافع لوجود الديفولت ميثود داخل الانترفيسز، عشان احنا بنلاحظ هو ليس ابستراكت وإله بادي داخل الانترفيس. وطبعا لو انت عايز تعمل منه انهرتنس في حال هذا لما عملنا امبلمنتس من الاي والبي عادي ممكن تعمل اوفر رايت للسي هالو، ممكن ما تعملش. بس طبعا هنا السؤال، هان هو مستخدم لاحظ اثنين لهم نفس الميثود، اي ميثود حيتم استخدامه؟ لاحظ الاشي الجميل هنا في الاي انه هو حيجي يعمل اوفر رايت لنفس الميثود، لاحظ هو عمل له اوفر رايت فهيتطبق اللي هو الميثود اللي هان. لكن هو هنا بيقدر يستدعي من الميثودز اللي موجوده في الاي والبي الديفولت طبعا ميثود، مش ابستراكت، ديفولت ميثود، من خلال مين؟
وبميزهم هم من خلال شايف اي دوت سوبر دوت. الان اي دوت سوبر دوت سهل وفعليا حيطبق لمين؟ المثل اللي موجود في ايه. ولما نقول له بي دوت سوبر دوت سهل وحيطبق لي المثل اللي موجود مين؟ في بي. موضوع كتير بسيط وحل طبعا اشكاليات كتير، وهذا من ضمن الميزة اللي موجودة في الانترفيسز، هذا ما كانتش موجودة عندنا في الابستراكت او الكونكريت كلاسز، عشان هيك هو بيسمح لنا هنا بموضوع المالتيبل انهرتنس، لانه في الموضوع مش معقد والموضوع بسيط. فلما جينا احنا عملنا هنا اوبجكت من الكلاس اي واستدعينا اللي هو اي واحد دوت سهل، وفعليا حينفذ الكود اللي هان وحيقول لي سي اي هلو اي وهلو بي. موضوع كتير بسيط. طيب الان نيجي للديفولت ميثود، وحكينا احنا وقايل لك دير بالك شايف الانترفيسز مي هاف ديفولت ميثودز. A default method is an interface method that has a body. إله body زي ما شفنا هذا الـ default method. فبقول لي هنا when a class implement interface، أي class عملنا له implements من interface معين with default method، a class can override the default method but it's not mandatory. يعني ممكن يعمل له override ممكن ما يعملوش. يعني شلنا إحنا اللي هو الريستريكشن اللي هنا عشان ما يصيرش عندنا كراش بالبرنامج زي ما شفنا في شرحنا في السلايد اللي فات. طيب طبيعة الحال الديفولت ميثود هم امبليسيت اللي معروفين هم بابليك. طبعا كتبت انت كلمة بابليك ولا ما كتبتهاش، وهنا الجافا فيرتشوال ماشين هنا هيضيف كلمة بابليك من عنده. هنا مثال لاحظ هاي معطيني هاي A، وفي عندي هنا في تو ميثود دير بالك. هذا الميثود ابستراكت ميثود في الانترفيس A، هذا ديفولت ميثود. في الاي لما عملت امبلمنتس الاي فعلا هي ورثت مين هاد وورثت هاد، بس كاتبين هاي ديسبلاي اي. لاحظ هذا ميثود ثاني، واه طبعا هي لما دامها عامله امبلمنتس لازم تعمل اوفر رايت لمين؟ للابستراكت ميثود اللي هو ديسبلاي اي. طبعا هذا في حاله في الكلاس اي. الان جينا احنا وعاملين هنا لو احنا غيرنا او ممكن نضيف مثلا على سبيل المثال هذا كلاس عندنا هنا هيك، وطبعا الكلاس اي فيش مشكله ممكن يحتوي على فاريبل ممكن يحتوي على كونستراكتور، هذا فيش عندنا مشكله، لكن احنا شرطنا انك تكون عامل هنا ايش اوفر رايت للابستراكت ميثود. هنا في المثال اللي معنا في اللي هان المثالين اللي هان واللي هان، خلينا انا امحي هيك عشان توضح الصوره. في الامبلمنت هاي هان رقم واحد والامبلمنت اثنين مع نفس الاسم انا عامل، مش عاملين اوفر رايت لمين؟ للسي هالو. لكن هنا في المثال الثالث اللي هنا عاملين اوفر رايت للسي هالو. فالحين دير بالك هنا ما اعطانيش ايرور، يعني انا عملت للديفولت ميثود عملت له اوفر رايت او ما عملتلوش فيش مشكله، لكن الاجبار لازم تعمل له اوفر رايت اللي هو مين؟ اللي هو تاعت اللي حكينا عنه ابستراكت ميثود. طيب طبعا ليش الديفولت ميثود؟ الكلام احنا حكيناه وكان انه هاي قبل اقرا براحتك، يعني هذا هيعمل لنا مشكله كان في الكود، لكن احنا من بعد جافا 8 وطرحت لنا الصوره اللي هو انتروديوست اللي هو الديفولت ميثود عشان تحل لنا الاشكاليه هذا. هان مثال ايش عملنا هان؟ هاي معطينا انترفيس اي نفس المثال اللي فات، وهنا انا عامل اي امبلمنتس الاي، ولاحظ انا هنا مش عامل اوفر رايت لمين؟ اوفر رايت للسي هالو، مش مشكله عندي. جيت انا في المين هنا عملت هاي اوبجكت اوف تايب اي، وطبعا لازم الكونستراكتور بياخذ سترينج هذا في الاي فيش مشكله عندنا. وهنا مستدعي ديسبلاي اي والسي هالو، وفعليا لان هذول ايش السي هالو هذا الديسبلاي عملها طبعا اوفر رايت، والسي هالو هو ورثها من وين؟ ورثها فعليا من الاي فيش مشكله. طبعا الموضوع هذا ايه مباشر. طبعا هذا مثال ثاني هنا عامل اوفر رايت للسي هالو زي ما احنا شايفين، بدل ما هي هالو ديفولت حيعطينا ايش هالو جافا، برضو موضوع مباشر فيش فيه اي تعقيد. طيب السؤال هنا نبدا الان نلخص المجمل الرولز اللي حكيناها في الانترفيس ونشوف المقارنات بين الانترفيسز والابستراكت كلاس، وقتيش انا بستخدم انترفيس وقت بستخدم ابستراكت كلاس. طبعا انا هرجع التعريف اللي هنا، التعريف خلينا نقراه بالاول. أنا بقول لي abstract classes should be المفروض، يعني لكن طبعا مش إجباري. abstract classes اللي خدناها المحاضرة اللي فاتت should be used بشكل أساسي for object that are closely related. يبقاش الشرط اللي عندي هنا تكون إيه؟ closely related. whereas بينما interfaces
are just sorry are best suited يعني هي مناسبة بشكل أفضل for providing common functionality to unrelated classes يعني هي احنا هنستخدم interfaces أكثر في ال unrelated classes لكن هنستخدم ال abstract في ال closely related apps اللي هو ايه classes وهذا سؤال محير هو مبين انه هنا احنا في طبعا تشابه بين الابستراكت والكلاسز والانترفيسز حتى بنلاحظ انه الابستراكت كلاس يمكن اريح انه بسمح لنا نعمل كونستراكت ونحط نوع الفاريبل اللي بدنا اياه لكن الانترفيسز في ميزه ثانيه يمكن نعمل مالتيبل انهرتنس لكن بعقدني لازم يجبرني يكون الفاريبل بس نوعه ستاتيك فاينل الى اخره طيب قبل ما طبعا حنوضح الكلام هذا من خلال امثله في مثال كبير حنحكي عنه بالتفصيل بس احنا في الاول هنا ليش الانترفيسز does not have constructor حكينا الكلام هذا لانه فعليا ما فيش عندنا احنا شايف طبيعه الداتا ممبرز هان public static final by default فبالتالي هم الكونستراكتور يعني constant فبالتالي احنا ما فيش عندنا داتا ممبر in an interface to initialize them من خلال constructor بالتالي ما فيش داعي لكن في حاله الابستراكت كلاس ممكن يكون عندنا constructor لانه طبيعه الفيلدز اللي عندنا والفاريبل هما مش فاينل او مش ستاتيك فاينل يعني فبالتالي فيش مشكله عندنا هو وجود الستركتور غاد منطقي عشان هو ايش يعمل لهم اللي هو الانيشال فاليو في حاله لما نعمل نستدعي الكونستراكتور طيب نبدا الان في المثال تاعنا وهذا المثال مهم جدا وهذا المثال الان يحتاج الى تركيز لانه هذا حيوضح لنا المفارقه بشكل اساسي بين الانترفيسز والابستراكت كلاسز وانا حبدها منذ البدايه بالتفصيل احنا هنا في عندنا تو كلاسز كلاس الاول الكلاس سميناه سيركل انا بادي من البدايه يعني حتى قبل موضوع الانهرتنس وهنا احنا لو انشانا كلاس سيركل طبعا بديهي يكون عندنا اللي هم الفاريبلز اللي هم الراديوس والباي وطبعا احنا هنا استخدمنا اللي هو كونستراكتور منطقي جدا انا الكونستراكتور يعني انا عايز انشئ اوبجكت منه واعطيه مين الراديوس تاعه انه طبيعه الحال الباي هنا ثابته قيمتها اللي هي 3.14 بس احنا هنضيفين ميثود سميناه كالك اريا لانه بديهي يعني انت عامل ما دام هتحكي عن سيركل يعني ايش حنحتاج في السيركل حنحتاج اللي هو قديش نصف القطر تاعها وطبعا قيمه الباي اللي احنا بنستخدمها متعلقه في عالم الدوائر هذا الكونستراكتور لكن احنا بديهي نعرف ايش المساحه تاعت الدائره فهيك احنا انشانا هنا ميثود سمينا public void calc area وهذا حيرجع لي من الاريا تاعت الدائره ولاحظ احنا في التطبيق تاعي عباره عن الراديوس ضرب راديوس ضرب الباي هذا هي هيك بنحسب الاريا تاعت السيركل نفس الشيء جينا هنا في الريكتانجل انشانا كلاس اسمه ريكتانجل موضوع مباشر وبسيط وطبعا ما دام بتحكي ريكتانجل ايش بلزمنا البيانات تاعته او الفيلدز تاعته حنحتاج اللينث تاع الريكتانجل والويدث تاع الريكتانجل وبالتالي انا عندي هان في الكونستراكتور انا لازم يكون عندي اللينث والويدث طبعا عشان اريح راسي كل اوبجكت حننشئ وحنعبي فيه القيمتين هذول موضوع واضح موضوع الكونستراكتور برضه ما دام حكينا عن الريكتانجل فبالتالي احنا برضه محتاجين اللي هو ميثود لحساب الاريا تاعت الريكتانجل ولاحظ نفس الشيء انا عايز اقول له public float calc area ورجع لي هنا اللينك في الويد لان هيك لاحظ هم الاثنين هنا يعني هذول الاشكال كلها اي شكل حتى لو ضفنا شكل مثلث معين اي شكل انا بلزمني ان اجيب الفاريبلز تاعين خصائصه وطبعا في نهايه المطاف انا محتاج اجيب الاريا تاعته فعشان هيك احنا عندنا في السيناريو اللي معانا هن تشابهت الميثودز اللي هم الكالك اريا في حاله السيركل والكالك اريا في حاله الريكتانجل السؤال انا بساله هل للتاكيد عشان احنا فاهمين ولا لا السؤال هنا طب انا ليش ما ضفت قلت مثلا public هاي float ها اكتب لك اياها float مش عارف ليش بيطلع معي زي هيك بس الفكره هاي float ها هاي float ها وكتبنا له اللي هي ايش سميناها مثلا اريا يعني بمعنى اخر هاي اريا هاي اريا خلاص اعتقد انك انت متابع معي تشوه الدنيا على اخر مش مشكله هنا عندنا هو اول صح انه بنفع
ان انا اكتب متغير هان اسمه اريا هان زي هيك، هو هيك صح؟ فيش مشكله، بعطينيش الكومبايلر ايرور، انت حر. بس هذا معناها انه هان الاريا صارت من ضمن الـ المعطيات، يعني المعاملات. اما هو فعليا منطقيا مش صح طبعا، لانه الاريا فعليا بتنحسب حساب، والاريا بتنحسب حساب من مين؟ من المعطيات اللي هان اللي هم اللينث والويدث. فبالتالي معنات كلامك اذا انت عايز تكتب هان، اصبح كل مره انت عايز تنشئ اوبجكت اكتب لي فيه اللينث والويدث، طبعا انا حتعطيني اياه او هتاخده من مكان، وبرضو انت اللي راح تزود اللي هو الاريا بتاعته. طب واحنا شو استفدنا من البرنامج؟ لكن هو فعليا المنطق اكثر بانه يكون الاريا هان ايه؟ ميثود. ولاحظ هذا هو الاصح، لانه الميثود اللي عندي هان، يعني ما دام الاريا بتنحسب حساب فانا بستخدمها هان داخل ايش؟ ميثود. ولاحظ الاريا هذه بتستخدم مين؟ الفيلدز اللي هم المعطيات تاعتنا، المهم المعاملات اللي حنحسب من خلالهم الاريا. نفس الشيء هان، انا برضو مش صح اكتب كلمه اريا هان في السيركل، لان الاريا بتنحسب حساب من خلال المتغيرين هذول. واضح؟ هان بيجي هاي الحاجه الاساسيه لمين؟ للميثود داخل الكلاسز. طبعا هذا موضوع بديهي، انا بس بدينا احنا المواضيع هذه من خلينا نقول من الصفر. طيب، فبقول لي هان عاد الملاحظه هان، انا لو عندي التوتو كلاسز هذول السيركل والريكتانجل، خلاص انا في المين هنا، طبعا كلاس سيركل وكلاس ريكتانجل والكلاس اللي جواته المين كلهم نفس تحت نفس الباكج. هان انا انشات ثلاثه اوبجكت من السيركل، هاي الاوبجكت الاول اللي هو كون الريديوس تاعه 5 و7 و12، وهي ثلاثه اوبجكت من الريكتانجل ار 1 ار 2 ار 3. الان لاحظ معي هنا، لو عايزين احنا مثلا بدنا البيانات او نطلع القيم ونحسب الاريا للاوبجكت تستعين السيركل والاوبجكت تستعين الريكتانجل، تعودنا احنا انه الافضل ان استخدم هنا ايش؟ اري. ليش اري؟ عشان استخدم الفور لوب او الانهانس فور لوب. يعني تخيل احنا عملنا انشانا 100 اوبجكت من السيركل، بدي اعمل انا 100 سيستم اوت عشان اعرض لك فيهم اللي هو الاريا؟ طبعا لا. فحنستخدم الفور لوب. الفور لوب طبعا هنا والهانس فور لوب بالاصح بريحنا في حاله مين؟ الاري. وطبعا الاري هنا حلت اشكاليات كثير. طيب لاحظ معي احنا عايزين اصبح ننشئ تو اريز، اري حتكون خاصه بالسيركل واري خاصه بمين؟ بالريكتانجل، صح ولا لا؟ لانه هذول الاثنين تو ديفرنت كلاسز، ما ينفعش الاثنين احطهم في اري واحده. طيب جينا هنا قلنا هاي السير ليست حطينا فيها السي 1 وسي 2 اللي هم اوبجكت هايهم سي 1 وسي 2 وسي 3، وهنا احنا عملنا انهانس فور لوب. عندنا هنا لاحظ الفور لوب، هنا نقول له التايب بتاع السي سي هاي الريفرنس فاريبل وجاي من السير ليست، وقلنا له هنيجي بالاول هنسوي للسي سي سي 1، يعني هات لي السي 1 دوت باي والسي 1 دوت راديوس، وبعدين اطبع لي الاريا تاعته بتاعت السي 1، بعدين بترجع كمان مره عمين على السي 2 وكمان مره على السي 3. وهذا هو طبعا ميزه مين؟ اللي هي الانهانس فور لوب. نفس الشيء حنعمل هنا اري جديده منفصله عن الري تاعت مين؟ تاعت السيركل. ولاحظ هنا احنا لو نفس الشيء وحطلب منه هات لي، يعني اول مره حيجي على الار 1 ويقول لي ار 1 دوت لينكت ار 1 ويد وار 1 الكالك اريا وار 2 وار 3 نفس الشيء. ولاحظ هاي الاوتبوت عندنا هان والامور تمام، وهذا الكلام احنا اخذناه والامور واضحه، ما فيش عندنا اي تعقيد. طيب السؤال هنا، هل بنفع ان احنا نقول السي 1 تساوي ار 1 زي هيك؟ هيعطيني ايرور. ليش؟ لانه السيركل والريكتانجل اللي هم الكلاسز تاعت الاوبجكت سي 1 والار 1 ديفرنت كلاسز. الحاله الوحيده انتبه انه هذا الكلام ممكن يطلع صح لما بيكون السي 1 هو ريفرنس فاريبل للبيرنت، والار 1 هو ريفرنس فاريبل لمين؟ لسب كلاس وارث من مين؟ من السيركل. بس هذه هي الحاله الوحيده، والكلام احنا اخذناه طبعا في المحاضره اللي فاتت واللي قبلها. سؤال ثاني لتوضيح الصوره، هل بنفع ان احنا نقول هنا في الريكتانجل ريكت ليست هنا بنفع نقول نضيف فيهم سي 1؟ لا طبعا، هذول الاثنين حيعطيني مين؟ ايرور. بنفعش طبعا، هذا لا يجوز لانهم نفس ديفرنت داتا تايب. الا اذا كان، ها هنا الملاحظه، الا اذا كان السي 1 والسي 2
هما سب او يعني اوبجكت ريفرنس فاريبل من سب كلاسز من مين، والسوبر كلاس تاعها حيكون الريكتانجل. طبعا هذه هي الحاله الوحيده، انما غيرك هذول الحالتين طبعا ايه حيعطيني ايرور، بعد ملاحظات مهمه. فاحنا عشان نحل الاشكاليه هان، طب هي ايش الاشكاليه؟ فيش اشكاليه عندنا. الاشكاليه بقول لك طبعا انا ما بديش زي هيك، انا المفروض بما انه ها خليني انا يعني نشيل هذه هيك، بما انه انا في عندي هذه الميثود هي نفس الميثود اللي موجوده هان، طب انا عايز هواي واحده هيك في سطر واحد، وانا عايز احطهم في اري واحده، يعني سي واحد سي اثنين سي ثلاثة وار واحد ار اثنين ار ثلاثة، ما دام بنفع اذا كان في انهيرتنس حنعمل كلام هذا. بيزبط الكلام هذا؟ الحل هذا للكلام هذا انهم هدول الاثنين يرثوا من كلاس جديد سوبر كلاس جديد، اذا ورثوا منه حيكون اسم الاري هي موجوده هان، شايف كيف؟ وهدول اوبجكتس من هان ومن هان، فيش عندنا مشكله، بيزبط معنا. واضح؟ وهذا كلام اللي ايش؟ اللي شايفونه احنا في السلايد اللي هان. ايش عمل هان هو؟ عمل هنا انشا كلاس، هذا سوبر كلاس، سوبر كلاس لاحظ هذا كلاس عادي، وعمل من الكلاس السيركل هاي عمل اكستند شيب بيرث من هذا الكلاس، والريكتانجل برضه بيرث من مين؟ من الكلاس هنا. فهدول الاثنين كل واحدة لها نفس السوبر كلاس، ممتاز فيش عندنا ادنى مشكله. في الحاله هذه بنفع اعمل الان الكلام اللي هنا هيك اللي احنا بدنا اياه. هنا فعليا انا انشات ثلاثة اوبجكت من السيركل، وهنا انشات ثلاثة اوبجكت من الريكتانجل، وجيت هنا هيك زي ما انت شايف، وانشات انا هنا عملت اري من التايب شيب، لاحظ التايب تاعها شيب، اللي هيش التايب تاعها نفس التايب تاع السوبر كلاس، هذا ملاحظة كتير مهمة. الان دير بالك هدول اللي هنا السي واحد والسي اثنين والسي ثلاثة والار واحد والار اثنين والار ثلاثة بنفع احطهم في الاري هذه، ليش؟ لانهم هم هذول اوبجكت من او ريفرنس فاريبل من مين؟ من كلاسز، بس هذول الكلاسز هم سب كلاسز من مين؟ من الشيب، يعني الشيب سوبر كلاس تاعت الكلاسز اللي طلعوا من هذول الاوبجكتس. في الحال هذا بيزبط عندنا، فيش عندنا مشكله، لانه احنا هذا اللي سميناه مين؟ الاب كاستنج. وفعليا انا في عندي هنا اب كاستنج، لانه هذا ايش معناها؟ هذا معناها انه شيب ليست زيرو صح؟ في الاندكس زيرو زي هيك صح؟ ذاكرين؟ هذا ايش بتساوي؟ تساوي سي واحد. هل هنا في مشكلة عندنا؟ لا، ليش فيش مشكلة عندنا؟ لأنه السي واحد هنا تابعة للكلاس سيركل وهي سب كلاس من الشيب، ممتاز. الشغلة الثانية هذا سميناه ايش؟ اب كاستنج، والاب كاستنج كان عندي أنا بيساوي سب كلاس، الأوبجكت من سب كلاس أخذنا في ريفرنس فاريبل، ريفرنس فاريبل من السوبر كلاس، هذا سميناه اب كاستنج. الآن نفس الشيء، الآن لو جينا على هنا الواحد، يعني ها نعيدها كمان مرة، هذه معناها الآن شيب ليست برضو واحد، هاي هيك اللي هو الإليمنت الثاني، بعدين في هاد، هاي عندنا واحد هيك، هتساوي اللي هو مين؟ سي اثنين. وشيب ليست اثنين حنسويها في مين؟ في سي ثلاثة، وهنا الثلاثة حنسويها في ار واحد، والاربعة في ار اثنين، والخمسة في ار ثلاثة، واضح؟ هادي كلهم امثلة على مين؟ على الاب كاستنج. ما فيش مشكلة عندنا هنا والامور تمام، وما اعطينيش هنا الكومبايلر ايرور لانه بينفع. طبعا احنا هنا بالانهانس فور لوب شايف الان هاي الاس اس، الاس اس اول مرة حتساوي السي واحد، والسي واحد في ملاحظة انها غريبة. طيب اس اس دوت كالك اريا، كالك اريا عن اي كالك اريا تتحدث؟ لانه هذا الاس اس هي فعليا من تاعت السوبر كلاس صح؟ الاس اس شايف التايب تاعها السوبر كلاس، حين الاوبجكت تاع السوبر كلاس لما اقول له كالك اريا اي كالك اريا راح تنفذ؟ ان هنا فعليا انه الاس اس ساوت السي واحد، لاحظ؟ فالكالك اريا تاعت هذا اللي حيتنفذ ولا الكالك اريا تاعت السوبر كلاس اللي حيتنفذ؟ لا، هي اللي حيتنفذ فقط مين؟ اللي هو تاعت السب كلاس، وهذا اللي احنا سميناه مين؟ البوليمورفيزم. وضحنا الكلام هذا ايش؟ بالتفصيل. هذا احنا هنا شفنا مبدا البوليمورفيزم، وشفنا هنا انه لانه الكالك اريا معمول له اوفر رايتنج هنا هيك، لاحظ حيتنفذ مين؟ الكالك اريا تاعت السي واحد. وهنا المرة اللي بعديها حيتنفذ الكالك اريا تاع السي 2، واللي بعديها تاع السي 3،
يعني برضه مين المثل اللي هان. بعديها حيجي على ار 1 حيتنفذ الكالك اريا اللي هان، لانه ده معمول له اوفر رايت لمين؟ للميثود تاع السوبر كلاس. والكلام احنا وضحناه وقلنا اذا كان عندي في حاله الاب كاستنج الحاله الوحيده اللي بتنفذ فيها الميثود تاع السب كلاس لما بكون عامل اوفر رايتنج، غير هيك طبعا كل تاعات السوبر كلاس لانه هيعمل عمليه اب كاستنج او اللي احنا سميناها الكاستنج. طيب فالان احنا طيب سؤال، لو جينا احنا الميثود اللي هنا وشلناه لغيناه زي هيك بعطينا ايرور؟ نعم. شو اللي بعطينا ايرور اللي هان؟ هيقول لي فيش حاجه اسمها كالك اريا، عشان هيك هذا لابد انه هذا ينكتب، وانا هنا اعمل له ايه؟ حينعمل له اوفر ريت. طب لو ما عملتش انا، لو جينا مثال، طيب سؤال ثاني برضه، لو جينا غيرنا كتبنا هذا عليها واحد وهذا عليها واحد مثلا زي هيك، شو الاوتبوت؟ الاوتبوت بانه الكالك اريا تاعت السوبر كلاس هي اللي حتتنفذ، لانه مش معمول لها ايش؟ طبعا هذا حيعطينا مش حيزبط لانه مش عملت اوفر رايت. فبالتالي عندنا الكالك اريا تاعت، وهذا كلام جربه انت على النت بنشوف شو الاوتبوت حيعطيني، هو حيتنفذ هذا وحيعطيني كلهم هذول الكالك اريا تاعتهم ايش؟ اصفار صفر 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 هذول كلهم. طبق الكلام هذا وشوف شو اللي حيطلع معك. لاحظ هنا احنا هنا شفنا عدة شغلات. اول شيء موضوع ان انا بيزبط معي ان احطهم كلهم في اري، وهذه ميزة كتير مهمة. الشيء الثاني شفنا موضوع هذه، عشنا مع بعض موضوع الاب كاستنج مثال اللي هان، وشفنا مع بعض موضوع البوليمورفيزم لما بتطبق مين الاوفر ريدن اللي موجود في السب كلاس الميثود تاعه هو اللي حيتم تنفيذه، ما نحن استدعيناه من خلال مين؟ السوبر كلاس. طيب طيب ايش المشكلة عندنا؟ هالامور لحتى الان هنا ايه؟ هنا تمام. ايش احنا محتاجين اكثر من هيك؟ السؤال هنا انا هنا عاد الملاحظه، لو اجى الان مبرمج وضاف كلاس جديد سماه تريانجل، سماه ايش؟ تريانجل، خلاص يعني مثلث، شكل مثلث. طبعا في المثلث هو عمل فتح كلاس زي هيك وحط الفيلدز، قال لك القاعده والارتفاع، هذول الفيلدز تاعينه. طبعا عمل كونستراكتور فيش مشكله عندنا، بس انا برضو عايز يكتب هو يحسب الاريا تاعته. لنفرض انه هو كتب الميثود عندنا، لو كتب الميثود عندنا هنا يعني جيت اريا مش كالك اريا، سماه ايش الميثود؟ جيت اريا. لاحظ الحين في الحاله هذا هيك، طبعا عمل عرف الميثود والى اخره مش هذا موضوعنا، لكن اسم الميثود هنا اسمه جيت اريا. هل هنا في مشكله عندي؟ لا. طيب انا ماشي في الترينجل هنا عايزين نعمل ثلاثه فاريبل تي 1 تي 2 وتي 3، هذول ايش؟ 3 اوبجكتس. بنفع اضيف تي 1 تي 2 تي 3 هنا هيك؟ بنفعش. ليش بنفعش؟ لانه لازم يكون عندي ترينجل اعمل له ايش؟ اكستندس مين الشيب. ممتاز. طب عملنا له اكستند، ما دام عملنا له اكستند هنا خلينا امحي نقاط معينه، ما ان عملنا له اكستند اصبح عندنا هنفش مشكله. خلينا الان يعني ممكن نضيف الان هاي تي 1 وحنضيف تي 2 وحنضيف وتي 3، خلاص. طيب لكن في مشكله ثانيه عنده حتظهر. المشكله الثانيه اللي حتظهر هي هان، انه لو بدي اطلع الاوتبوت تاعها حيطبع لي السي 1 اللي هو الاريا تاعتها زي ما تو شفنا، يعني هاي زي هيك حيطبع لي هذول تمام، لكن لما بده يطبع لي الاريا شايف هاساس كالك اريا تاعت تي 1 وتي 2 وتي 3 ايش حيطبع لي؟ حيطبع لي اصفار. ليش حيطبع لي اصفار استاذ؟ لانه هذا الميثود هنا مش هو اللي حيشتغل، اي ميثود راح يشتغل؟ تاع السوبر كلاس. ليش استاذ؟ لانه هو هنا مش عامل اوفر رايت، مش عامل اوفر رايت. احنا هنا عالجنا مشكله بس الامور ما زبطتش 100%. يبقى اصبح احنا هان السيناريو تاعنا انا لازم اجبر اي مبرمج عايز يضيف كلاس لشكل جديد تريانجل مكعب متوازي اضلاع اللي بدك اياه، اذا بده يضيف كلاس جديد اجبره بانه لازم ينشئ ميثود، وهذا الميثود يكون له نفس الاسم اللي هو ايش؟ نفس السيجنتشر، يكون زي ما انت شايف بابليك فلوت كالك اريا، ويعمل له اوفر رايت. اجبره يعمل له اوفر رايت. طب ليش الكلام هذا؟ ما عمل له اوفر رايت
هتظبط معنا الامور اللي احنا شفناها هان في المثال اللي معنا زي ما احنا شايفين. هيك هيك بقدر انا بس بلوب واحد ان انا ممكن اجيب الاريا لكل كلاس استعاده الاشكال اللي تم انشائها. السؤال اللي هنا، كيف انا ممكن اجبر المبرمج انه غصبا عنه يعمل اوفر رايت ميثود للكلاس للميثود اللي هان؟ كيف الحل؟ طبعا باستخدام الكلاس العادي هيك بنفعش. اصبح في عندنا طريقتين، الطريقه الاولى اللي هي ايه؟ الانترفيس، والطريقه الثانيه اللي هي الابستراكت كلاس. وهذا هو بالضبط الاجابه الصحيحه. طيب معناته الكلام الان صرنا خيرنا، هل حنعملها ابستراكت كلاس ولا نعملها ايه؟ انترفيس. ايش نختار؟ لانه الاثنين لما بيحتويوا على ابستراكت ميثود، يعني اصبح عندنا لازم يكون عندنا الميثود ابستراكت. ما دام ابستراكت يبقى مش حيكون له بادي. طيب ماشي، هذا ابستراكت، اذا هذا ابستراكت ممكن يكون في ابستراكت كلاس، ممكن يكون في انترفيس. حنختار مين؟ انترفيس ولا ابستراكت؟ وهذا هو السؤال المهم. طبعا خليني بس انا ارجع هان على هذه هيك، وهان نرجع للملاحظة اللي هان، وقال لي لاحظ المفارقة الابستراكت كلاسز لازم يستخدموا لمين؟ للكلوز ريليتد كلاسز، والانترفيسز هيستخدموا للان ريليتد كلاسز. بالتالي انا عندي الامثله اللي معنا، هل السيركل والريكتانجل وين راحت؟ هان المثال اللي معنا هان، هل السيركل وهل الريكتانجل وهل المثلث هم ريليتد ولا ان ريليتد؟ قبل ما نجاوب على السؤال هذا، في كانت ملاحظه انتبهت لها الان، انه بلاحظ عندنا هنا في المثال اللي معنا، هل انا بقدر اعرض اللي هو البيانات تاعت السيركل، يعني عايز اجيب الريديوس تاع والباي، وهل بقدر اجيب بيانات الريكتانجل زي اللينث والويرث؟ يعني هو فقط سمح لي انه هو ينفذ الميثود المشترك اللي عمل له انعمل اوفر رايت للميثود اللي كان موجود في مين؟ في السوبر كلاس. ماشي، بس انا الان محتاج، انا لو حاولت اقول له مثلا اس اس دوت اللي هو اللينث او الويرث هيعطيني ايرور، لان هذا ما فيش السوبر كلاس فيش فيها لينث ويرث. ذاكرين موضوع الاب كاستنج؟ لانه هذا فقط بس بشوف الميثود تاعه اول فاريبل اللي موجود جواته فقط، لكن جوات الميثود اللي موجودين في السب كلاس بشوفهمش، وهذه مشكله. طيب احنا عايزين نعرضهم، فاحنا الكلام هذا حلناه في المثال اللي هنا. قال لي لاحظ هنا، وي كان ديسبلاي ذا فيلدز بتاعت الريكتانجل والسيركل اوبجكتس، لاحظ يوزنج سوبر كلاس ريفرنس شيب ليست از بلو. كيف يعني؟ تعال نشوف مع بعض. اول شيء احنا لحتى الان هنا هيك الامور تمام، نفس السلايد اللي فات فيش مشكله عندنا، بس جينا هنا عايزين نفصل. فاحنا جينا قلنا له في الفور لوب او الانهانس فور لوب تاعنا، لاحظ كيف احنا صار في عندنا اف وفي مصطلح كيورد شايفينها انستنس اوف، تعال نفهم شو بتعملها. فهو بقول لك في الاول اساس هذه انت حتسويها في اول شيء في مين؟ في سي واحد. عايزين نشيك والله هذه اساس اللي هي سي واحد في اللفه الاولى، هل هي instance of circle؟ يعني هل هي instance من السيركل ولا لا؟ إذا كانت instance من السيركل لازم أنا إيش أعمل؟ أرجعها. لاحظ إيش بعمل؟ هقول الـ SS اللي هي هذا تاعت السوبر كلاس دير بالك، والسيركل اللي هي sub class، بس أنا لازم هنا أعملها إيش؟ explicit، وهذا سميناه down casting. ارجع على المحاضرة اللي فاتت أو اللي قبلها لما شرحنا الـ up casting ومرينا مرور سريع على موضوع الـ down casting، وكان شرطنا في الداون كاستنج هنا اللي هو العكس، ان انا بيكون عندي هذا الاوبجكت او الريفرنس فاريبل من السوبر كلاس وبدخزنه في الريفرنس فاريبل من السب كلاس. هذه ليس اب كاستنج، هذه اسمها داون كاستنج. في الداون كاستنج لازم غصبا عني اعمل الكاستنج واكتبه ايش؟ امحيها اكسبليسيت، لازم اكتبها، ما ينفعش تكون امبليسيتلي زي ما شفنا في حاله الاب كاستنج. فانا انا بقول لك اذا كان الاس اس اللي هي السي واحد اذا كانت انستنس من السيركل، فرجع لي اياها لايش؟ للاوبجكت، يعني رجع لي الرابط تاعها للاوبجكت من نوع سيركل عشان يقدر يشوف هذا السي سي. حيشوف الان الباي وحيشوف الريدس وحيشوف الكالك اريا تاعته.
لكن اذا ما كانش انستنس اوف سيركل، يعني في حاله هذا حيعطيني ترو ترو في الحالات اللي هنا، الحاله هذا وهذا وهذا حيعطيني هذا ترو، لكن في حاله الار 1 وار 2 وار 3 هذا حتكون فولس وحينتقل لمين؟ للالس. فالالس انا حيشيك حيقول لك الاس اس اذا كانت انستنس اوف ايش؟ اوف ريكتانجل. لاحظ اذا كانت برضه لازم اعمل موضوع الداون كاستنج. في الحاله هذه الاس اس هذا لازم انا هنا اعمل اكسبلسيت لاكتب الداون كاستنج، وهذا بدي احولها يعني الان هذا ريفرنس فاريبل من التايب سوبر كلاس اس اس. لاحظ هي اس اس ريفرنس فاريبل من السوبر كلاس، حخزنه في ريفرنس فاريبل من سب كلاس. وهنا الان بقدر في الحاله هذه اشوف اللي هم ايش الفيلدز تاعتها والميثود اللي خاصه بالريكتانجل، ونقدر نشوف اللينث والويدث والكالك اريا تاعتها. فالشاهد في الموضوع هنا انه احنا اذا عايزين نشوف الفاريبلز او الميثودز اللي ما انعملتش اوفر رايتنج لها في الاوبجكت تاعت السيركل والريكتانجل على حدة، لازم نستخدم موضوع الانستنس اوف، وشفنا احنا هنا موضوع الداون كاستنج. هذا الحل الوحيد، ونلاحظ احنا لو جربنا الكلام هذا هيعرض لنا ايش؟ لكل واحده. لكن اذا في حاله اذا كان بس مركزين على موضوع الاريا فقط او الكالك اريا، انه هذا ميثود مشترك بين كل كلاسز للاشكال، هنا حنستخدم مباشره زي السلايد اللي فات اللي احنا عشنا هنا في مفهوم البوليمورفيزم. صحيح. طيب السؤال هنا الحاله هذه نرجع للسؤالنا، هل احنا المفروض يكون عندنا السوبر كلاس اللي انشاناه تاع الشيب هل يكون ابستراكت ولا يكون انترفيس؟ اي واحد؟ طبعا بناء على التعريف تاعنا المفروض انه يكون انترفيس. السؤال هنا ليش؟ ارجع للسلايد اللي هنا، احنا قلنا في ضمن المفارقه بين الانترفيس والابستراكت انه الانترفيس بنستخدمه في حاله الانريليتد كلاسز، لما يكون في بينهم يعني ميثود مشتركه فقط. ايش قصدنا في الانريليتد؟ لاحظ احنا هنا نيجي على السيركل، هل السيركل والريكتانجل انريليتد؟ نعم. ليش؟ لانه كل واحد لهم هنا ايش؟ لها اتريبيوت مختلفه لحاله، يعني هذا لها ريديوس وهذا لها فاي، هذا لها لينث وورد. لو عملنا تاعت الريكتانجل حنلاقي اللي هو الفيلد تاعت الارتفاع والقاعده مختلفات تماما عن، فبالتالي هم لكن كلهم مشتركين في مين؟ في الكالك اريا، في نحسب لهم الاريا ونحسب لهم الاريا. في الحال هذا حنستخدم ايش؟ الانترفيس. لكن الابستراكت هنا حنشوف مثال في المحاضره يبين لنا تعريف شو يعني ريليتد كلاسز. طيب نكمل هنا، فبالتالي احنا الحل هو انه لازم يكون انترفيس. وانا هنا ايش عملت؟ طبعا ضفنا هذا هو الكلاس الجديد اللي احنا سميناه تريانجل، ولاحظ هنا هذه صارت انترفيس، والان انا عملت فقط وان ابستراكت ميثود اسمه كالك اريا، وكل الاشكال تاعتنا تريانجل والريكتانجل والسيركل حيصير عنده طبعا مش اكستاند، حيصيروا امبلمنتس مين؟ اللي هو الانترفيس اللي احنا شايفينه هنا هيك. واضح؟ وطبعا لاحظ انه هاي البيز والهايت تاعت التريانجل، هذا الابس اللي هو كونستراكتور، وبرضه هاي الكالك، والكالك اريا تاعته دير بالك هذه بتحسبتها غير اللي هان غير اللي هان، يعني كل كلاس من الاشكال له طريقه مختلفه في حسابه الاريا تاعته. الان لو رجعنا للكود تاعنا هنا، طبعا الان بكل اريحيه شوف ضفنا هان، شايف ضفنا الان هاي ثلاثة اوبجكت تاعين السيركل، ثلاثة اوبجكت تاعين الريكتانجل، والثلاثة اوبجكت تاعين التريانجل. وهنا استخدمنا الفور لوب، وبضغطة زر واحدة عملنا حسبنا طلعنا كل الاريا لكل الاشكال الاوبجكتس في الثلاث اشكال مع انهم بيختلفن عن بعض. وهذه هي هنا تكمن جمال البوليمورفيزم. ولاحظ احنا هنا الاريا الثلاثة هم تاعين مين؟ تاع التريانجل. لكن احنا لو عشان هيك احنا عملنا هذا انترفيس، لكن لو هذه كانت كلاس كان ما جبرناش نعمل اوفر رايد، كان اختلفت عندنا النتيجه زي ما شفنا وشرحنا في السلايد اللي فات. طيب الان هنا المثال الثاني، نعم هيك احنا بنكون انتهينا في امثله الاشكال وشفنا هنا عشنا مع بعض كيف انا ممكن اضيفهم في اريا واحده، كيف استخدم الكومن ميثود. والمثال الشامل الان اللي يبين لي هنا وين بستخدم الابستراكت وليس الانترفيس، انه لاحظ مثال انا هنا عندنا هي عندنا امبلوي، هذا عندنا السوبر كلاس، وفي كل موظف احنا في الشركه لا يحتاج الى نيم والى ادرس، صح ولا لا؟ وهي عامل له كونستراكتور احنا هنا لانه ينفع الكونستراكتور في الابستراكت كلاسز.
وكالك سالري تاعه والديسبلاي انفو. وانا قبل ما ابدا هان خلينا بس نشرح احنا على يعني نفكر نعمل سكراتش. الفكره هنا اننا في عندي شركه وهذه الشركه فيها ثلاث فئات احنا بنسميها اي المانجر، وعاملين كلاس للمانجر، وفي كلاس مثلا الانجينير اي سوري انجينير، وفي كلاس مثلا للمتطوعين هاي فولنتير او الازنه او العمال اللي بدك اياه. الان كل كلاس هذولا هالحين طبعا بنلاحظ احنا في الفولنتير هنا لازم يعطيني اسم الموظف، الاي دي تاعته، عنوانه، تاريخ ميلاده، خلاص. هان نفس الشيء انجينير، وبعدين الفولنتير مثلا بنقول لك اللي هو طبيعه العمل تاعه وعدد ساعات الفولنتير. مثلا نيجي للمهندس، المهندس هنا الاسم، الاي دي، التاريخ، تاريخ الميلاد، العنوان، وبعدين هن حيضيف شغله بالانجينير، يعني مثلا يقول لك اللي هو التخصص تاعه. المانجر هنا مثلا معروف اللي هو الاي دي والاسمه وتاريخ ميلاده والعنوان تاعه، وبعدين هنا خاص بالمانجر انه اي ديبارتمنت يعني انت بتدير الى اخره. فبنلاحظ احنا في شغلات هنا بين هذول كانت مشتركه. لاحظ ايش مشتركه في كل الكلاسز اللي هان، اللي هو الاي دي والاسم والعنوان وتاريخ الميلاد. فبالتالي طب هو انا ليش اعمل في كل كلاس انا بدي انشئ وبدي اعيد نفس الفيلدز هنا؟ اصبح انه هدول المتشابهات هدول معي لازم يكونوا في السوبر كلاس، وبس هن اللي موجودين في السوبر كلاس، وانا اعمل منه ايش؟ انهيرتنس. وهذا هو الهدف اساسا من الانهيرتنس، انه انا عمليه الكود ريزابيليتي. ليش انا كل كلاس، يعني لو ان جانا الان كلاس مثلا للحراس، هاي للحراس مثلا كلاس، حضطر برضو الحارس هنا بدي الاي دي تاعه اكتب من هنا، وبدي الاسم والعنوان. طب ما خلاص، طب ما انا بقدر ارثه من وين؟ من سوبر كلاس موجود فيه الشغلات المشتركه. فبالتالي كلمه سوبر كلاس بدينا نفهم هان انه الهدف من السوبر كلاس هو انه بنحط فيها الشغلات المشتركه. فبالتالي في المثال اللي معنا هان احنا عملنا نفس الشيء. فلاحظ ايش عمل هنا، هذا هو السوبر كلاس اللي هو مين؟ الامبلوي. سيبنا من موضوع الابستراكت الان. في النيم، انا طبعا كتبت نيم وادرس فقط، المفروض نكتب اي دي والتاريخ، لكن انا عشان الوسع. ولاحظ هنا المانجر صارت ترث من مين؟ من الامبلوي. انا الان ما فيش داعي ان اكتب، لا اكتب اسمه ولا عنوان، لانه خلص ما هو بيرث الكلام هذا كله. وبرضه الفالنتيرز المتطوعين فيش داعي ان اكتب اللي هو النيم والادرس، لانه بيرث من مين؟ من الامبلوي. ونفس الشيء الانجينير بيرث من الامبلوي، بكتبش. واضح ان هذا هو الهدف اساسا من موضوع الانهيرتنس. لكن سؤالنا هان احنا لما طبعا كل مجموعه من هدول كان مدير، المدير بدي اعمل له انا احسب له الراتب تاعه، وطريقه حساب المدراء له برنامج او معادله تختلف عن طريقه حساب راتب المتطوعين، بيختلف عن طريق حساب راتب مين؟ المهندسين. لكن كمان مره هدول بنلاحظ احنا هذه الكلاسز هم ريليتد، عشان احنا استخدمنا ايش؟ الابستراكت. واحنا انشانا هنا ميثود سميناه كالك سالري، والكالك سالري هذا بيجبر كل كلاس انشانا كان مانجر او انجينير انه يعمل اوفر رايت مين لهان. طب هذا بيريحنا في ايش؟ انه انا بضغطه زر بقدر اجيب احسب السالري لكل الموظفين بغض النظر مدير، فالنتير، انجينير، بغض النظر. وهذا طبعا هنا الجمال، بمعنى لو ما كانش عندنا فكره السوبر كلاس وما كانش عندنا فكره البوليمورفيزم، كانش حنضطر نعمل؟ حنضطر ننشئ هنا اري خاصه بمين؟ بالانجينير، وحننشئ اري خاصه بالفالنتير، واري خاصه بالمانجر، وحنجمع اللي هو قديش اجمالي رواتب المدراء كلهم، وهنا لحال حنجمع قديش رواتب الفالنتير كلهم ورواتب، وبعدين اجمعهم كلهم مع بعض واقول للماليه تفضل هذا هو اجمالي الرواتب مثلا. لكن احنا لا، احنا ممكن طبعا نستفيد من موضوع البوليمورفيزم. لاحظ احنا هان هنا ايش عملنا، وهنا هنا السر انه انا عملت اري هان، هذا اري تخزنت فيها الثلاث اوبجكت من الثلاث كلاسز. لاحظ هذول عندنا ثلاثة مانجر، ثلاثة انجينير، ثلاثة فالنتير، بس للتوضيح طبعا. وحطيناهم في السوبر كلاس اري، لان الكلام هذا بيسمح لنا في الكومبايلر. وعملنا هان اللي هو الانهانس فور لوب، واحنا جينا هنا طبعا حنقدر نحسب الكالك سيلر لكل واحد، وهذا طبعا ميزه كثير مهمه. بس طبعا احنا ضايفين كمان شغلات هنا، يعني مثال هيك احنا ريحنا راسنا
وصار عندنا الابستراكت او السوبر كلاس بيحتوي على الكومن فيلد والكومن ميثود. يعني طبعا انا كل موظف بغض النظر مدير ولا انجينير ولا فولنتير، انا معنى اللي بدي اجيب له احسب له اجيب له مين؟ الانفو تاعته، صح ولا لا؟ يعني بياناته، اسمه، عنوانه الى اخره. فبالتالي وجود الميثود اللي هان بالتطبيق تاعه هيك صحيح، وانه لازم يكون في السوبر كلاس. لو ما حطيتوش في السوبر كلاس لازم انا في كل واحد هان بدي اكتبها كمان مره ديسبلاي انفو والميثود، وهان وهان. طب بلزمش هذاك لانه مهلهم نفس التطبيق، يعني نفس الميثود بنفس التطبيق، لكن هان دير بالك هذا الميثود لكن تطبيقه مختلف، نفس الاسم تطبيقه مختلف، نفس الاسم تطبيقه مختلف. اصبح انا ايش حعمله هنا؟ هنا بعمله ابستراكت ميثود عشان اعمل له اوفر رايت، واستدعيه فقط عن طريق ضغطه زر واحده. هذه هي الجمال تاعت او الهدف من استخدام اللي هو الابستراكت كلاسز. وشفنا هنا اهميه استخدام الانهيرتنس، وشفنا هنا اهميه موضوع الاب كاستنج وكيف وظفناها عشان نعمل عمليه البوليمورفيزم. لان هذا طبعا مثال واقعي وحي بوضح لنا بالفعل اننا هنا يعني لو بكره عايزين انشانا كلاس جديد مثلا للحراس، انشانا كلاس جديد مثلا ل ايش نسمي نوع موظفين، مثلا تلاميذ او تحت التدريب متدربين. طبعا نفس الشيء اي مبرمج حينشئ كلاس جديد طبعا هو المفروض انه يعمل انهرتنس من مين؟ من الامبلي. وكل شخص من هذول حيكون النيم والادرس تاعه ونعرض بياناته، ولازم انا اكتب كيف بدي احسب اللي هو الراتب تاعه، عشان برضه بضغطة زر هنا هيك بالفور لوب بسيط زي هيك يجيب لي اياه برضه بشكل اوتوماتيك. طبعا في الحالة هنا هذا السيناريو احنا لاحظ الصح نستخدم فيه ايش؟ الابستراكت. ليش؟ لانه الكلاسز اللي احنا عندنا هن هي ريليتد، يعني في بينها شيء مشترك في الحالة هاد زي النيم والادرس لاحظ، وحتى الميثود. لكن احنا هنا لو انا استخدمت هنا انترفيس مش حيزبط معي. بنفعش انا اعمل هدول النظام زي هيك في الانترفيس غير يكون ستاتيك فاينل. طب كيف يعني ستاتيك فاينل؟ فبالتالي احنا السيناريو تاعت اكزامبل 2 الاصح والانسب طبعا بكل المعايير انه يكون الكلاس عندي هنا ابستراكت وليس انترفيس. لكن في المثال اللي فات هنا هو لازم يكون ايش؟ انترفيس، لانه انا فقط انا ما فيش عندي شغلات مشتركه، انا بس اللي موجود عنده مشترك هو ميثود مشترك. ما دام فقط ميثود مشترك وقت فاصبح انا حلجأ لمين؟ للانترفيس. وهيك احنا بوجود الانترفيس ممكن نستفيد من المالتيبل انهرتنس طبعا ان وجد في السيناريو اللي معنا. اعتقد ان هذول المثال واحد واثنين وضحوا لنا نقاط كثير مهمه، وعملوا طبعا غطوا شغلات ان احنا كانت بقتش يعني واضحه بالنسبه لنا. هيك احنا بنكون وصلنا لنهايه المحاضره. نراكم ان شاء الله باللقاء القادم، ويعطيكم الف عافيه.